متابعين معكم مشاهدينا، وبنوصل هلا لفقره ترى وبنستقبل سوا ديزيري ازي. اهلا وسهلا فيك ديزيري، كيفك؟ يا هلا ديزيري، اليوم عن شو بدك تحكينا؟ بعرف انه زي انت لنا الاستوديو ببلانت كثير حلوين. مظبوط، اليوم بدنا نحكي عن توكي داوين اللي هو البلانت سنه، هو ميثود انه نحن بنشتغل فيها وبيطلع شكل البلانت غير عن الطبيعه. يعني انتم عاده معودين تشتروا بلانت بتكون بقلب بو، هون عندنا سيستم جديد عمره يعني ماكسيموم 20 سنه، طلع بالتسعينات وكان شهر كثير وهلا مشهور كثير، عم نشوفه كثير على فيسبوك. سو انا حبيت انه نحكي عنه اليوم شوي لانه في كثير عالم عم يسالوني انه كيف هيدي البلانت وكيف عم انه كيف هلا وين عم يروحوا. صح، كثير حلوه. يعني هي اصلا اذا بتحطوها ببيتكم بتعطي شويه استاتيزم وبذات الوقت خضار. يعني خضار، اكيد خضار البلانت على طول نحن بنحمس انه نحطها بقلب بيتنا. يعني هي اصلا بتخلينا نكون فرحانين اكثر، بتوطي الستريس وكل شيء. وهيدي عندها بلس على غير بلانتس اللي هو انه هي ان بلس مش عم نستعمل بو، يعني عم نشيل البلاستيك اللي عاده نحن عم نستعمله، يعني عم نكون بعد اكثر ايكو فريندلي نحن وعم نستفيد من الخضار تبع البلانت. هي مش بحاجه لبو مثل ما قلتي لانه شكلها كثير بحاجه حلو. صح، بس هن فيك يعني كثير عالم بيطلعوا فيها انه بيتفاجئوا انه بلا بو انه كيف تبلترابيت كيف ما عم يوقعوا منها للمسقمه. اكزاكتلي، هي بتفاجئ كشكل. هلا هي جايه من اليابان، يعني هي مزيج بين كل شيء هن بيزينوا فيه، يعني الايكيبانا اللي بيزينوا فيه هو السيستم اللي هن بيزينوا فيه ورود والبونزاي، يعني بين الاثنين. البونزاي اكيد كلنا بنعرفه لانه كمان كثير بنحبه، بس البونزاي كمان معروف انه هو كثير صعب حتى نعمل له انترتيان. يعني نحن الفكره اللي عندنا اياها انه البونزاي بنهديها لحدا مثلا رترتي ما بقى انه عنده وقته وانه ما هو فيها منيح لانه عنده سيستم للايريجاسيون. صح، هي صعبه كثير، يعني من البلانتات اللي العالم ما بيقدروا بسهوله يربوها وتضل عايشه. فعملوا لها بديل اليابانيه انه شيء اهين بكثير من هيك ويقدروا وحلو ويقدروا يستفيدوا منه. هلا هذا السيستم يلي شايفينه هون هين كثير، هلا بنشوف صور انه كيف بينعمل. فيري فيري سمبل، يعني بياخذوا اول شيء التراب اللي هو التراب العادي اللي كلنا بنستعمله، بس بيزيدوا عليه طين زياده، يعني ارجيل زياده، هي بتخلي انه الارض تتماسك ببعضها. اكيد بيعجنوه مثل عجين، بينعجن هون شايفين كيف بتصير الخلطه. وبيجيبوا حيلا اي بلانت ثانيه، اوكي، بيجيبوها لهيدا البلانت بيشيلوا لها، يعني بيغسلوها وبيشيلوا لها يعني التراب من جذورها. ووقت اللي بيصير هيدا الشيء بيصيروا هن قادرين يعني ينقلوها من تراب لتراب ثاني، وبيحطوا لها هالخلطه الجديده اللي هن عملوها يلي هي اسمك من التراب العادي لانه حاطين فيها طين يعني زياده. واكيد اخر شيء حتى تلقط بحالها بيربطوها، يعني عندهم يما بيكون الومنيوم يما نايلون يما قطن، بيبرموا فيه هيدا التراب كله سوا مع الجذور اللي صاروا جوا وبيزيدوا فوقه موس. اوكي، هيدا اللي شايفينه نحن من برا من تحت هو موس، وكمان بيرجعوا بيربطوا الموس بهيدا يعني هيدا الشريط هو ذاته اللي استعملوه جوا. اكيد انتم اذا انتم حابين تعملوا هيدا الشيء كثير حلو وكثير مهضوم، لانه انتم بتقدروا تنقوا البلانت اللي انتم حابين انها تكون فوق انه بقلب هيدا. يعني هو اتس ستايل، يعني منه انه نوع نبته معينه، انتم فيكم تحطوا ليمونه، فيكم تحطوا ارزه، فيكم تحطوا اللي بدكم اياه، بس هي الميثود اللي من تحت يعني كيف عم نحطها تحت هي الاهم. يعني هون بس عم بيحطوا الموس. بس لقد ايه بنضل مربطين البو الطبيعي اذا فينا نقول؟ هلا هو يعني متى بدنا نضل هيك مثبتينه؟ هي بتضل على طول لانك انت رابطيها حواليها جوا، يعني مربطه جوا في ربطه ومن برا في، بس هون مثلا مستعملين شيء لونه اخضر انت مانك قادره تقشعي. اوكي، يعني حاطين مثل خيط اخضر حواليها موجوده. ايه هي على طول موجوده بس منا مبينه. هلا عندك عالم بحبوا انها تبين، بيحطوها انه الوان احمر اخضر انه لا حلوه غير شيء جون. هي كثير كثير حلوه، عن جد كثير حلوه، يعني هيك رفيناها بتحسيها شوي هيك. بس عندها مشكله انه وحيده، انه اذا تخيليها انت هيدي مثلا بالصالون عندك انه كيف بدك تسقيها؟ سقيتي بدك تكوني حاطه تحت صحن يعني، بس هي كيف بدك تسقيها؟ كيف بدك تسقيها؟ بس هي الفكره انه انت ما عندك تراب هون حتى تحطي عليه مي. اوكي، هلا هن هلا هي الدرجه كثير برا يعني باليابان وهيك، بس هن عاده كيف بيسقوها؟ بشلوها مثل ما هي، مثل ما نحن بنعمل الاوركيديه، بناخذها وبنحطها بقلب سطل او شيء بو فيه مي، بتنطري 10 دقائق. هلا هو هين كثير لانه انت عم تطلع فيها للمي، اول شيء بيصير يطلع بول منها لانه بعد في اكسجين بقلب الارض بقلب التراب اللي انت حاطينه، بس يوقف هذا الشيء يعني خلص هي ما بقى بدها مي. ارتويت. مزبوط، ارتويت خلص، بتشيليها، بتنطري اكيد تما تنقطي بكل البيت، يعني بتنطري
شوي انه ينزل الزايد المي وبترجع بتروحي بتحطيها محل ما انت بس مش على تنضلي محافظين بالصالون على مثل شيبور السيبور صغير لا اكيد هلا هي في فيكون خشب فيه يكون حيا لا مثل ما هون شايفه هلا هيدا هو الشيء الواو يلي نزل من شهر ماكسيمم على فيسبوك اذا انتبهتوا بهذا الفيديو شفناها هيدا البلانت بس عم بتطير اذا انتبهتوا انا انتبهت عم تبرم عم تبرم طايره يعني يا حية يعني ما عندها اكشلي يعني ما لنا ملقيه على الارض طايره هيدا صحيح شو هيدا عمره شهر واحد شو يعني هيدا الزلمه يلي طلع بهيدي الفكره كمان ياباني الشيء اللي عمله انه طلع بهيك مثل كول على الفيسبوك وعلى الميديا كلها قال لهم بليز انا قاعد بضيعه صغيره وطلعت بهيدا الشيء وحبيب كتير انه طوره بس انا بحاجه ل 80,000 دولار بليز اعطوني مصاري هو عن جد حدا انه فقير وصغير وقاعد ومكنكن بس عنده هالفكره اجته هالفكره منها لحاله اكيد الشيء الوحيد اللي عمله هو انه حط يعني ماجنت اوكي يعني عامل شيء مغناطيسي بقلب هيدي النبته وعندها باز من تحت كمان مغناطيسيه بتسمح انه هن يضلوا اتراكتد لبعضهم وبتبرم بذات الوقت النبته بس هي طايره يعني تخيل انت بالصالون عندك شيء هيك عم بيبرم بنزر يعني انا ولي تحمسنا انه تكون موجوده عندنا بالصالون هلا اتسيمز انه كل العالم وين ما كان تحمسوا لانه هذا الزلمه يعني طلع هو الكول تبعه شيء 10 يعني كانون الثاني او شيء هلا من شي جمعه قال انه صار معه نص مليون دولار تبرع يعني هيدا الشيء انه تحمسوا له العالم لقوا حلو لانه هيك بيعطي شويه زن يعني روح حلوه ترتاحي انت عم تتفرجي بس بلبنان فينا نحصل على هال هلا لحديت هلا هيدول ايه بس اللي بتبرم هو قال انه بينزلوا اول برودكتس له باغسط يعني بقول حتى نبلش نقدر عم تقولي مصل شهر ايه هو ماشي كبه يمكن ما كان هو متوقع انه تحصد هذا يعني الحشد بس اخذت ايه بس هو اكيد اللي بدكم اياه البلانت اللي بدكم اياها بتقولوا لهم للمشاتل انه انتم بدكم هالبنزاي او هال او هيدا السدر او هي حيلا شيء نبت اللي بدكم اياها جاردينيا شو ما كانت وهن بيعملوا لكم اياها بهذا السيستم يعني صار بلبنان بكل المشاتل موجوده هالتقنيه منا موجوده يعني اذا فتي انت مشيتي ما رحت إيه لأنه هيدا قليل العالم يطلبوها بس هني عندهم وسيلة أنه يعملوها أكيد صاروا يعرفوا فيها تنعمل بلبنان ديزيري عصيرة البونزاي كتير بيقولوا ناس أنه تهدي لحدا بونزاي شيء أبدا ما منيح معقولة لأنه بصير يفكروا العالم لأنه الاعتناء فيها شيء صعب كتير وبدأ وقت هلأ هي صعبة كتير أنت تريتمنت يعني بس عادة أنت بس تهدي بونزاي يعني عند اليابانية البونزاي أنت بس تحطيها ببيتك يعني عم تخلق أنه سبيريتشواليتي يعني أنت عم تخلق مثل محل زان وكل شيء أنه رايق وعم تخلق بوزيتيف هلأ هيدا أنا ما نقاط علي بس لا انا كثير بسمع اليابان بيقولوا ابدا انه ما تهدي لحدا بونزاي ما بعرف هلا يمكن لانه بتموت يعني مش كانك انت عم تعطي شيء انه عارفه انه عم اقول لك يمكن كرمال اهتمام فيها صعب كثير صحيح بس هو مثل كل شيء البونزاي اول مره مثل كل يعني انا كمان مثل كل العالم اول مره باخذ النبته عاده اول مره بتعذب فيها كثير يعني او بتموت او انه ما كثير بفهم عليها بس انه البونزاي وكل النبتات انه بالنهايه بتتعلمي انه كيف انه بيصيروا يحكوك وقت بتصير انت انه متعودة عليهم بيصير انه تضغري تطلع فيها تقولي اه هي قطعة تشانة او هي قطعة انه بدها انا صراحة لما تلقيت بونزاي انبسطت كتير يعني وعيشة عندك بعد عايشة اه برافو يعني انت حدا يعني ايده خضرة شي خير هيدا شي كتير منيح يبدو بالشانس لانه انا بس هي بعد عايشة لا بتكوني على القليلة عم تسقيها مزبوط عم تسقيها اكيد عم تسقيها هيدا شي كتير مهم كتير عالم بلبنان الغلطة الكبيرة اللي نحن بنعملها هي او بنسقي قليل او بنسقي اكثر ما لازم صحيح. ما هو بس نسقي اكثر كمان نحن بنقتل النبته اللي معنا ديزيري نحن بنتشكرك اكيد رح نشوفك بحلقات لاحقه مع مواضيع دائما بتفيدنا وبتهمنا اهلا وسهلا فيكي يا هلا